في وقت بعد كده نفتح مثلا مشروع عسكرة الفضاء، وازاي انت ممكن تحدث ظواهر طبيعية وباشتراك تقنيات اخرى معاها، زي مثلا سلاح حرب اللي اتكلمنا عليه او الشعاع الازرق اللي احنا اتكلمنا عليه وهنوصله النهاردة. ففي الفترة الحالية في قدرة على احداث ظواهر طبيعية متمثلة في حاجات كتير جدا، زي مثلا ظاهرة النيازك، زي ظاهرة الزلازل، التسونامي، الإعصار، الكذا، حاجات كتير جدا. يعني حتى كان آخرها، واللي كان بيستنكر إزاي يعملوا آخرها مثلا إعصار ساندي، مثبت إن هو مصنع وكان موجه للولايات المتحدة مش لنا بس. اللي أنا عايزة أحذر منه وأرجو إن الناس تاخده بجدية، إن إحنا زي ما قلنا شهر إبريل والله أعلم، طبعا كل حاجة يعني أولها إن العلم عند الله وحده، لا أحد يتدخل في الغيب، لكن من تحليل أمور كتير إحنا مقبلين بصورة أو بأخرى على مرحلة تصعيد ممكن تبقى غاية في الدموية وإشعال شرارة الحرب العالمية الثالثة، اللي هتكون فيها قوانين مختلفة جدا للحرب. الحرب دي أنا أسفة أن أنا أقول، يعني أنا بحبش أن أنا أرعب الناس أو أن أنا مثلا يعني أسبب لهم أي مخاوف، لكن في نفس الوقت الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أن المؤمن كيس فطن، يعني لا 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 الواحد يعني يرعب الناس او يخوف الناس في امور في علم الله وحده والله قادر عليها، ولا ان هو يتجاهل امور هامه. احنا الفتره اللي جايه في مليون مؤشر ودليل على اننا داخلين مرحله تصعيد دمويه جدا جدا، والمرحله دي على فكره ممكن ميدان بشر، يعني يعني حرب ضروس بصراحه. يعني انا عايز اقولها من الاخر، احنا داخلين على مرحله حرب ضروس، وعلى فكره احتمال كبير جدا انها تبقى خلال الايام الجايه دي، حتى في احتمال انها تبقى من بكره، هنشوف بعض البوادر. انا مش بخوف الناس، ودي قبل الحدث الطبيعي المنتظر اللي احتمال كبير جدا يكون في النصف الثاني من ابريل. فعشان كده ما عادش في وقت لتحذير الناس. طب تحذير الناس انها تعمل ايه؟ تحذير الناس ان اولا ما تفكرش في حكاية ان احنا مثلا دايما نقول يلا نحارب، يلا نحرر، مش عارفة ايه، يلا بتاع ليه. لازم تستوعب يعني ايه حرب، يعني ايه قوانين حرب حالية، لان القوانين الحالية مختلفة تماما عن القوانين السابقة. تاني حاجة لازم تعرف انت ايه وضعك الحالي، لازم تعرف ان الحرب مش موضوع جيش بيقابل جيش ابدا دلوقتي. موضوع الحرب دلوقتي ان انت لازم تبص انت بلدك في اي وضع، انت منهار اقتصاديا، هل عندك مؤونة تكفيك انك انت تدخل في حرب؟ لازم تحط لك محاذير ان احنا دلوقتي هو الوقت الحالي اللي لازم نلم فيه نفسنا، ولازم نتقي الله، لان احنا داخلين بصراحة، يعني سامحني ان انا اقولها من الاخر، احنا داخلين على مرحلة خطرة جدا في المنطقة العربية، وهتنال من الجميع. الوقت الحالي هو وقت ان احنا نتقي الله في البلد ونتقي الله في أنفسنا، لأما كلنا هنندم، لأن احنا دلوقتي بنقدم بلداننا على طبق من فضة للآخرين، وإحنا عارفين كويس جدا إن هم عاجلا أم آجلا كانوا هيشعلوا الحرب العالمية ابتداء من العام السابق، وهي محضر لها أو مجهز لها حاليا، منتظرة شرارة الإشعال ولكل الفصائل مستعدة ليها. يعني احنا بنشوف دلوقتي حاجات تحت مسميات وجبهات تحت مسميات جديدة وكذا تحت مسميات، وحاجات بتتحرك هنا وحاجات تتحرك هنا. مش عايز اقول ان معظم الفصائل دي تم تكوينها عشان يتلعب بيها في الفترة الحالية في الحرب القادمة اللي هي قد تكون قريبة جدا وقد تكون خلال ايام. فارجو ان الناس ما تاخدش ده على انه نوع من التخويف او نوع من الرعب، لكن نبتدي حالا وفورا وبدون اي جدل ان احنا نرجع لثوابتنا، نرجع لثوابتنا الدينيه، لان الحرب القادمه زي ما قلت على قد ما في امكانيات حرب وقوانين مختلفه، لكن 80% من اللي جاي يعتمد على الخداع ويعتمد على اضعافك انت من الداخل. لن يستطيع احد هزيمتك الا اذا انت هزمت من الداخل، وده اللي بيتعمل علينا احنا حاليا. حدودنا ومعظم البلدان اللي حوالينا، حدودنا محاصرة ومخترقة، هي دي الحقيقة. بلداننا داخليا مخترقة، أوضاعنا غير ثابتة اقتصاديا ولا سياسيا ولا كذا. لو إحنا جميعا ما فوقناش وبسرعة، كلنا هتنال مننا المشاكل اللي جاية. وعايز أقول للناس عشان يثبتوا، ها، عشان يقولوا إحنا مثلا طب إحنا إيه الدور علينا، إحنا كذا إحنا كذا، الكلام ده من أكبر مسؤول في البلد لأصغر فرد في البلد. إن إحنا كلنا اللي بيتكلم باسم الدين، ها،
ومثلا لما جه الفيلم اللي هو اللي كان مسيء للرسول والا عليه الصلاه والسلام والا رسول الله، انت عملت ايه على منهج رسول الله؟ انت عملت ايه على منهج رسول الله؟ رسول الله عليه الصلاه والسلام له فوق 60,000 حديث صحيح، الائمه اختاروا منها 4 جعلوهم امهات الحديث، من افضلهم ها قول الرسول عليه الصلاه والسلام: من كان منكم يؤمن بالله وباليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ده من امهات الاحاديث. الرسول عليه الصلاة والسلام دعانا للتعامل كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفشوا السلام بينكم، والإنجيل قال إيه؟ طوبى لصانعي السلام. اللي احنا فيه ده بعد عن المنهج الرباني، فلا يدعي أحد أنه هو بيعمل باسم الدين، لا يدعي أحد أنه هو بيناصر الدين أو بيتكلم باسم الله أو بيتكلم باسم الرسول المشروع الإسلامي، ولا يدعي أحد أنه هو في الطرف الآخر اللا ديني. يعني لا ده ولا ده. احنا دلوقتي في كارثة، لو فضلنا على ده هتنال منا جميعا، واحنا ربنا ادانا فرص كتير، واحنا داخلين دلوقتي على أزمة وما عادش في وقت ان احنا جميعا نفوق ونتقي الله. ولازم نعرف طيب ايه المطلوب مننا، هل ان احنا نترعب وكذا ونشعر بالأسف وكل الناس دلوقتي عندها حالة إحباط وحالة انهزام نفسي؟ لا، لان الانهزام النفسي ده احد الأهداف اللي بتتم علينا، الانهزام النفسي والتشتت وتفكيك الوعي أحد الأهداف اللي بتتم علينا. العودة للأساسيات الدينية هي اللي هتخليك المؤمن القوي اللي ربنا أراده منك. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا، يعني معلش اسمح لي أقول يعني بعض آيات، لما ربنا سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وربنا سبحانه وتعالى قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وفي سورة براءة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فربنا سبحانه وتعالى إحنا في عز الفتنة اللي تحذرنا منها، إحنا في عز هذه الفتنة، فتنة الدجال. الدجال جاي من الدجل، الدجل هو البعد عن المنهج القويم بشتى الطرق، بشتى الطرق خداعك حتى تبعد عن المنهج القويم وتبعد عن أساسياتك وتاريخك وأصولك وأعرافك ودينك وكذا وكذا. طيب احنا كده يعني النهارده المؤكد والعلم عند الله وكله في علم الله، ربما يحدث هذا الكلام وربما لا يحدث، حدث او لم يحدث، المطلوب مننا في هذه الفتره ان احنا في الفتره اللي جايه ديت النهارده، لان هو الهدف من كل اللخبطه دي كلها اللي هو تخلخله تفكيك الانسان، تفكيكه. بس هي النقطه بقى المهمه، ان بصراحه احتمال كبير جدا، يعني احتمال فوق 70% ان ما عادش في وقت. هي النقطة أقول لحضرتك حاجة، النقطة إن علينا دلوقتي نحذر الناس ولا ينصرن الله من ينصره. استني بس تستني. طيب احنا هنتكلم في ده كله بس هنرجع بعد الفصل على طول.